هنرجع لموضوع الواردات وتغير واردات الاحوال. الأحوال. احنا فكره الاحوال حضرتك اتكلمت في شق مهم جدا، فكره ان كل واحد ليه حاله وليه طباعه وليه طريقته، نعم فليه مداخله مع ربنا. نعم طيب الشخص نفسه بيبقى ليه احوال كتيره قوي، يعني احنا بتمر علينا اوقات زي مثلا كتير من المتصلين، ممتاز اوقات ممتاز واحد يجيله فتور، اوقات ممتاز فتور، اوقات الواحد يجيله وقت غضب، وقت سعادة، وقت منع، نعم وقت عطاء. إزاي نظبط الواردات اللي بتجيلنا من عند ربنا وأشكال العبادات مع اختلاف جميل الأحوال دي؟ جميل. أضبط الأحوال اللي جاية على قلبي دي على الشريعة. بمعنى الأحوال اللي جاية على قلبي من غضب أشوف الشريعة قالت لي أعمل إيه لما يجي الغضب. لما يجي الغضب قوم اتوضى واتحرك من المكان اللي انت فيه، ولو واقف اقعد، ولو قاعد اضطجع، ولو كل ده ما ينفعش سيب المكان وامشي، روح في حته تانيه، روح للراجل الصالح الفلاني، روح لمعرفش ايه، عالج نفسك. فلو عملت ده يبقى خلاص انا خرجت من دائره الغفله في الغضب الى دائره التعبد في الغضب. مع تعبد انه في الغضب. مع أن نعم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. فبعض الناس يعني لا تغضب ازاي ده؟ يعني ده حاجة موجودة في تكوين الإنسان. أي فطرة الإنسان؟ لا، في واحد ما بيغضبش. كان صلى الله عليه وسلم لا تغضبه هذه الأشياء التي تغضبنا في الدنيا، يغضب إذا انتهكت حرمات الله. فيطبق شرع الله ساعتها. ففي ناس بتوصل في تربية نفسها لهذا الأمر. في واحد وصل لأنه كل الدنيا تشتم عليه وهو مش في باله، هو مع ربنا. غير طبعا اللي هو البلطجي اللي هو يعني أيوة. بالنسبة له يعني ده حاجة تانية يعني. فإذا كان البلطجي وصل لحالة زي كده يعني، فمن باب أولى المتعبد والمقبل على الله تعالى. قالوا المعنى الثاني للا تغضب أي لا تنفذ ما أمرك به الغضب. بمعنى الغضب قال لك اضرب فلان، قول والله ما هضرب، ضرب ده حرام. اشتم فلان، لا الشتم ده حرام، المؤمن ليس سبابا ولا لعانا. ارفع صوتك وزعق وهز الدل، لا والله المؤمن ليس سخابا يعني ما يرفعش صوته. اظلم، لا المؤمن ليس ظالما. فكل ما الغضب يقول لي اعمل حاجه غلط ما اعملهاش، يبقى انت الان متعبد لله. ده ربنا ذكرك في القران يا ايها الغضوب الذي لا ينفذ غضبه، قال الله فيك والكاظمين الغيظ. ربنا خلد ذكرك في القرآن بهذا الوصف، إنك بتكظم غيظك. فلان بيشتمك وإنت ما بتشتموش، فلان بيضربك وإنت ما بتضرب، فلان بيعتدي عليك وإنت مش عارف إيه، وإنت قوي وإنت تستطيع إنك تقهره لكن لك لا تريد أن تنفذ ما يمليه عليك غضب. دي معاني مهمة جدا يا دكتور إبراهيم، بس خليني أسأل في حاجة، يعني ازاي احنا كناس نسيطر؟ يعني مثلا مش شرط نقول الفاظ مش كويسه، ومش نعم. شرط ان احنا نضرب، بس اكيد نعم. بيختلف تون حضرتك الصوت بتضربي؟ احتمال. ربنا يستر علينا النهارده. لا يعني بجد والله، يعني ممكن يختلف تون، اللي هو مش معقول اللي بيحصل ده، يعني دي يعني حاجه غير مقبوله مثلا. نعم. الانفعال نعم. ان يبان التغيير ده، هل صحيح. ده صحيح. صوره من صور الغضب اللي مش موصوله بالله؟ في حاجه شخصيه وفي حاجه للدين. سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم الحاجة الشخصية ما كانش يغضب ليها، ما كانش ينتقم لها، حتى وإن آلمته صلى الله عليه وسلم. رأينا من يخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبرز عيناه ويحمر وجهه، رأينا من يشد الشال اللي على حنق النبي حتى تحمر صفحة عنقه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينتقم لا من هذا ولا من ذاك ولا من فلان ولا من علان. لكن لما تنتهك حرمة الله، لما أشوف واحد قليل الأدب في الشارع بيتسلط على فلانة بنت من بناتنا، عريانة ولا مش عريانة، دي مش قضيتي، أنا بتكلم كإنسانة موجودة في، بل على حيوان لا أمكنه أن يعتدي على هذه على هذا الحيوان فضلا عن الإنسان. متبرجة ولا محجبة ولا منقبة دي قضية تانية. أيوة طبعا. لكن أنت بتعتدي ليه عليه؟ أقف له وامنعه. طيب لو حاصل الأحداث دي مع الإنسان نفسه، بس برضه هو في ظلم للشخص نفسه، ما داش صورة من صور الظلم. نعم. فهو كده بيغضب لنفسه ولا بيغضب لربنا؟ لو كان عايز يوقف الظلم لا مانع، في طرق كثيرة لإيقاف الظلم، علشان كده ادانا القرآن إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما بمثل ما قال لك يا فلان قول له يا فلان، لكن ما تقولوش ابوك واللي وراهم واللي تشدد لا لا استنى استنى، انت كده انتقلت من مظلوم لظلام مش لظالم. هو قال لك كلمة فانت اديت له 10، يعني هو قال كلمة لمراته مثلا، أو مراته قالت له كلمة، عشان برضو أحيانا بيقولوا لنا أنتوا بتسلكوا في الستات هذا أو ذاك، فقالت له 100 كلمة، الثاني راح قال لها مليون، لا 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 ده بره الموضوع خالص. لذلك كان بعض الصالحين يقول إيه، حد قال له اسمع يا فلان والله لو قلت لي كلمة لأقول لك 1000 كلمة،
قال والله يا فلان لو قلت لي ألف كلمة ما هقول لك ولا كلمة.